على الغلاء الفاحش اللي كتعرفوا الاسعار ديال المواد الاساسيه، لا من خضره ولا من زيوت ولا من محروقات، في الوقت اللي المستفيد من هذا الغلاء هما الباترونه اللي اليوم في الحكومه، وهما اللي كيسطروا السياسات اللي كتزيد في الاسعار. المحروقات منذ 2012 من بعد ما حررت الدولة الأسعار ديالها، انتقل المازوت من 7 دراهم ل 11 درهم ونص بما يزيد على 50% ديال الزيادات. الزيوت زادت الضعفات الأثمنة ديالها. الخضرة اللي كيتعتبر المغرب من المصدرين ديالها نحو الدول الأخرى، كنشريو مطيشها اليوم ب 10 دراهم. كل الخضار ولو نعم 12 درهم، البارح 10 شريتها ب 10، اليوم 12 درهم، وغادي يتزاد هذا الشيء. ولهذا نحن مستمرون في النضال في الاحتجاج من اجل اسقاط الفساد والاستبداد، لانه هو السبب الحقيقي على هذه السياسات اللي كنعيشوها اليوم. السياسات ديال تفقير الشعب المغربي، السياسات ديال البطاله، السياسات ديال التجويع، السياسات ديال القمع ديال الحريات. وحنا هنا اليوم كذلك باش نعبروا على التضامن ديالنا مع الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، اللي هذه اليومين ولا ثلاث ايام الاخيره شوفوا شحال ديال القمع طالهم، فيهم من تم تكسير العظام ديالو، وفيهم من تم تهميش تشيم الجماجم ديالهم. انتوما الصفارة علاش حنا فقراء؟ حسونا 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 الصفارة علاش حنا فقراء؟ تحية طيب مضماض منسق الجبهة الاجتماعية المغربية في سلا، وعضو التنسيقية ديال الجبهات اللي كاينة على مستوى الرباط سلا تمارة. حنا اليوم هنا تلبية لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية على الصعيد الوطني من أجل الاستمرار في الاحتجاج، من أجل جعل اليوم الأحد 6 مارس يوما للاحتجاج على طول خارطة الوطن. اليوم كتستجب لهذا النداء ديال الجبهة الاجتماعية المغربية أكثر من 40 مدينة مغربية اللي خارجة
تحت شعار واحد وهو إسقاط الفساد والاستبداد من أجل المطالب اللي كيعبر عليها الشعب المغربي في كل الاحتجاجات ديالو والمتمثلة والمتلخصة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. احنا اليوم هنا استمرارا للنضال اللي كنضلوه في دائما واستمرارا للنضال ديال كل الهيئات المناضلة في هذه البلاد، الهيئات الديمقراطية والقوى الحية في البلاد اللي هي مستمرة في النضال، وحنا كذلك مستمرين في التعبير عن الغضب الشعبي الذي يعم الشعب المغربي بسبب ما تعرفه الأسعار، أسعار المواد الأساسية من ارتفاع مهول، من ارتفاع صاروخي، لدرجة أننا كبلاد كنصدروا مطيشة لكل بلدان العالم. المواطن المغربي اليوم كيشريها ب10 و12 درهم، هذا عيب وعار على هذه الدولة المغربية في الوقت اللي البطالة متفشية في وسط الشبان والشابات المغاربة. كذلك احنا هنا باش نقولوا على انه هذه السياسات اللاشعبية هي سياسات كتخدم المصالح ديال الباترونة اللي هي اللي كتقود الحكومة الحالية، هي الباترونة، ولهذا هذه السياسات اللي كاينة دابا هي سياسات تخدم المصالح ديال الباترونة، والمصالح ديال الباترونة مصالح متناقضة مع مصالح الشعب المغربي. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. حرية. صفتنا كأساتذة مفروض علينا التعاقد، وأيضا كمواطنين ومواطنات من وكجزء من الشعب المغربي ضد يعني هاد السياسات اللي كتقوم بها الدولة المغربية، السياسات المخططة التراجعية من بينها غلاء الأسعار، ضرب الحريات، فرض الجواز الصحي. إذا احنا اليوم هنا كما قلت كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، أيضا بغيت نشير إلى المسألة أو إلى العنف اللي تعرضنا له طيلة هذه 4 أيام ديال الإنزال الوطني لاستراتو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كنقول بأننا مستمرون في البرنامج ديالنا النضالي الداعي إلى تمديد الإضراب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كإجابة مرحلية على العنف اللي تعرضنا له في الرباط، وأيضا على الاعتقال السياسي اللي تعرضوا له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال هذه الأيام، واللي بلغ عدد المعتقلين 100 معتقل، في حين أنه تم الإفراج على واحد العدد كبير، في حين أنه احتفظوا ب 25 أستاذ وأستاذة في متابعة في حالة صراح. بالإضافة أيضا عندنا أستاذ اللي أجرى عملية جراحية على مستوى الورك خطيرة، تعرض للكسر بسبب يعني التدخل الهمجي اللي كان من طرف قوات القمع في الإنزال الوطني. دونك نحن هنا مستمرون في المعركة ديالنا، وأيضا نحن هنا جئنا لنلبي نداء الجبهة الاجتماعية التي نتقاطع معها في جميع الأمور الاجتماعية وجميع القضايا الاجتماعية، حفاظا على المكتسبات ديال الشعب المغربي واستمرارا في معركتنا النضالية. وتحية للجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.